مساء الخير عليكم، تحياتي لكم جميعا. إسراء غريب، الفتاة الفلسطينية 21 عام التي قتلت، يقال كما يتم تداوله في السوشيال ميديا، على أيدي إخوتها. الموضوع حقيقي، هي قصة حزينة جدا ومرعبة جدا، وإن كانت متكررة، ويمكن إحنا خصوصا في مصر بقى بالنسبة لنا الأحداث دي عادية، لأن هي بتتكرر كتير، فما بقاش الواحد بيتفاعل معاها. لكن اللي خلاني أتكلم معاكم النهاردة في الموضوع ده، إن أنا سمعت الفيديو اللي فيه البنت بتصرخ وبتهبد على السرير اللي كانت عليه في المستشفى، وحقيقي كانت يعني إحساس فظيع بالحزن عليها وبالغضب للي هي تعرضت له. أنا هقول لكم الحكاية وهترك لكم الحكم. إحنا عندنا حقيقتين، أو يعني حكايتين. أحد الروايات بترويها السوشيال ميديا بيقولوا إن البنت قتلت على يد إخواتها لأنها خرجت مع خطيبها أو الشخص اللي كان متقدم لها بعلم والدتها، ولكن بنت عمها اللي هي امرأة مطلقة عندها 6 أبناء مقدسية اتصلت بيها وقالت لها عيب عليكي، أنت إزاي تخرجي معايا؟ فحصلت بينهم مكالمة تليفون ومتسجلة على الواتساب، وتم إخراج هذه التسجيلات، وقالت لها عيب عليكي انا خرجت واهلي عارفين، وعيب عليكي تتكلمي عليا بالطريقه دي. وكانت امها قدامها وقالت لها انت يا امي كنت عارفه؟ قالت لها انا كنت عارفه. السوشيال ميديا بتقول ان اخواتها تخلصوا منها زي جريمه شرف بسبب ان هي خرجت قابلت الولد ده. لكن بحثت شويه ورا الموضوع، لقيت فيديو عمله جوز اختها. ليه جوز اختها؟ لان هو الشخص اللي وكلته الاسره للتحدث مع الاعلام. جوز اختها بيقول حدوته تانيه خالص، ان هي كان عندها مشكله نفسيه او عاطفيه مع هذا الشخص محمد، مش عارفه اسمه ايه، وتقريبا هو كان هيتخلى عنها، فكان في ناس موجودين في البيت، فهي دخلت الغرفه بتاعتها ومش عايزه تخرج تاني قدامهم، فراحت جمعت فلوسها بطاقتها الرخصه بتاعتها وقالت تخرج من البلكونه. وورينا في الفيديو شكل البلكونة، هي قعدت بيقول ما انتحرتش، محدش زقها، محدش دفعها، وهي دخلت في الأوضة وقعدت تصرخ تصرخ وتهبد وتزعق، كانت غضبانة وقالت أنا هحل مشكلتي. فلبست لبس الصلاة وجمعت حاجتها وقعدت على البلكونة وقالت تنط تخرج، مش عايز تخرج قدام الناس. السوشيال ميديا بتقول على الكلام ده إن هم لا، هم اللي ضربوها وده سبب الصراخ بتاعها، وهي رمت نفسها او حدفوها. هو جوز الاخت بيقول لا، هي قفلت عليها الباب وقعدت تصوت تصوت، وبعد كده قالت تخرج علشان الناس ما يشوفوهاش، فراحت نزلت من على البلكونه، ما حسبتش مقاسها صح، فراحت وقعت واتكسرت ظهرها، اتكسر وعملت خياطه هنا غرزتين، محتاجه غرزتين، وحصل لها كدمات في دراعها لان هي اتعلقت من هنا من الحته دي على جدار البلكونة بتاعتها. ده كلام جوز اختها اللي هو متصدر للتحدث مع الاعلام، تمام. بيقول بعد كده ان هي قعدت تنادي عليهم من تحت بالشتيمة وطلعت، راحوا جابوها من تحت، هو شالها، اخواتها موجودين، ما هم اولى يشيلوها، لا هو بيقول ان هو شالها وطلعها فوق البيت، وهي كانت مكسورة وشها كله دم. اخواتها حاولوا يمسكوها لان هي كانت في حالة غضب، وهي ظهرها مكسور، راحت حدفته جامد برجلها، قالت له انا هوريك، وحدفته برجلها في الحيطه، وبيقول ان هو اتكسر له 3 أضلع من هنا. يعني انا لو منه كان عرى كده نفسه وورى الناس ال 3 أضلع المكسورين. مش دي بس المشكله، راح بعد كده بقيه الحدوته اللي هو بيحكيها او الروايه بتاعته، ان هم ان هي كانت في حاله غضب شديد، وابتدت تغلط، ابتدت تقول ان ابوها بيغتصبها كتير وان هي عشرته، استغفر الله العظيم، بس ده اللي موجود في الفيديو. قالت ان مامتها عايز تقتل باباها، قالت ان جوز اختها بيخون اختها، ان اختها عايزه تموته، ان ابن اختها عايز يموت نفسه، ان خطيبه اخوها بتعمل حاجات غلط. فهم اكتشفوا ان هي بتقول حاجات ما يفرق بين المرء وزوجه، يعني حاجات من عمل الشيطان او من عمل الجن، فتاكدوا ان البنت ملبوسه او فيها حاجه مش طبيعيه، بتقول كلام مش مظبوط.
بناء على هذا الكلام، بناء على روايته، قالت لهم هاتوا لي شيخ. جابوا لها شيخ اسمه عبد الكريم، وهذا الشيخ قرأ عليها قرآن، ده خلقها، ده شعرها عريان، لابسه لبس الصلاه، قال غطوها. وبعد كده راح قايل، قال لها لا، دي ملبوسه وعليها حاجه، كل ما يقرا لها قرآن هي تغضب. المهم قال اهم حاجه هي البنت ملبوسه، لكن الاهم دلوقتي من الموضوع ده انها لازم تتعالج، ودي الاولويه الاولى. نقلوا البنت المستشفى. المستشفى الأولانية راحت قالت إن هي لازم تعمل عملية، والعملية دي ب40,000 شيكل، وهما بيقولوا إن حالتهم المادية لا تسمح بذلك، فنقلوها لمستشفى تانية. لما راحت المستشفى التانية حصلت بقى الحاجة الحادثة الكبرى اللي تم تسجيلها، صراخ البنت. بيقولوا ان هم في الاول، الخطوة الاولانية ان هم حاولوا يركبوا لها اللي هي الدرنقة بتاعة البول اللي بتتركب لحد علشان يعمل عملية. دكتور ذكر حاول يركبها لها، ما عرفش لانها كانت بتصرخ وكانت بتزق وهي رفضت. هما برروا ده للدكتور، ما رضوش يقولوا ان عليها جن او ملبوسه او كده، ولكن برروا قالوا ان هي خايفه على عذريتها فبتدافع بتحمي نفسها. بعد كده الدكتور قال اوكي، احنا هنديها ابره مخدر هتنيمها 10 ساعات وبعد كده احنا نحاول نركبها لها. قالوا طيب لو انت هتنيمها احنا بقى نروح نرتاح في الجامع. وقال جوز اختها ان هو روح بيته، واخواتها راحوا نايمين في الجامع. لما روحوا البيت مفيش 45 دقيقة ولقى موبايل الأم بيتصل بيه، فافتكر الأم صحت محتاجة حاجة. لا، طلعت إن إسراء هي اللي بتكلمه، وقالت له تعالى لي والحق، دول هم قتلوا أمي. مين اللي قتل أمي مش فاهم، لكن هو حس إن في حاجة مش مظبوطة. طلع يجري على المستشفى، والدكتور قال له هات معاك بامبرز ليها، لأن احنا معرفناش نركب لها اللي هي الدرنقة بتاعة المثانة بتاعة البول. راح لقى الام مرميه على الارض، راح والمريضه اللي معاها في الاوضه طلعوها بره، والام نادى الممرضات علشان يفوقوها. وفي اللحظه دي الدكاتره حسوا ان في حاجه مش مظبوطه، وابتدوا يقولوا لا، ده في موضوع مش مظبوط، في حاجه مش كويسه، حاجه مش كويسه بتحصل. بعد كده هما مش عارفين يسيطروا على البنت في الوقت ده، اللي هو التسجيل اللي حصل، ان هي حاولوا يمسكوها، حاولوا يسيطروا عليها، بقت تزعق وتصوت. هما قالوا الممرضات ان هي عندها جن، وهما بيقولوا ان ما حدش كان بيضربها، لكن هي البنت اللي كانت عماله تصرخ وتهبد وتزعق، وكانت ملبوسه في حاله لبس. احنا دخلنا في حدوته جن ومجموعه 5 ذكور على بنت صغيره، ومعاهم اختها ومعاهم مامتها والاب. يعني موضوع حقيقي، يعني لو انسان طبيعي وعنده بس بيمر بحاله نفسيه او حاله عاطفيه او ازمه نتيجه فقدها مثلا لخطيبها او 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 حد اتكلم عنها، فاحنا في الاخر في موضوع مرعب. يعني لو حد بس مجرد ان هو عنده ازمه نفسيه او عاطفيه مع كل الضغط وكل العنف وكل الهجوم ده وعدم الفهم، لا، الموضوع هيتقلب ممكن لدراما كبيره. وعلى فكره الجريمه بتحصل في لحظه نتيجه العنف والعنف المتبادل، فالجريمه بتحصل في لحظه والناس فاكره انها ملبوسه. لكن الراجل بيقول ان ما فيش حاجه اسمها ان احنا شاكين في سمعتها او شاكين في شرفها او ان هي خرجت من غير علمنا، كل حاجه ابوها عارف عنها كل حاجه. المهم الدكاتره قالوا احنا مش هنعمل لها العمليه واحنا مش عارفين نسيطر عليها. البنت رجعت البيت وطلب منهم ان هم ينيموها على الارض علشان ظهرها. طب وبعد كده وجابوا لها شيخ من، هي راحت طلعت من المستشفى على منطقه تانية، شيخ من حته بعيده، لانه راجل كبير في الثمانينات، قال انا مش هقدر اجي لها، هاتوها لي اعالجها. البنت رجعت من عنده كويسه، قرا عليها قران وهداها، وقال برضو اهم حاجه يا جماعه شوفوا حالتها الصحيه هتوصلوا فيها لايه. روحوا البنت على البيت، وكان ابوها بينام جنبها. ليه ابوها مش امها مش اختها؟ مش عارفه ليه جوز الاخت اللي بيتكلم مش اخواتها؟ اخواتها بيظهروا في فيديوهات، لكن جوز الاخت هو اللي بيتكلم وبيخاطب وسائل الاعلام. هو بكى وقال ان هي بيني وبينها 20 سنه وهي زي اختي الصغيره او زي بنتي، وانا مش متخيل ان انا افقدها، وكمان الناس بتتكلم عليها وكمان اتهمونا. الحقيقه البنت بعد ما قعدت ايام قليله جدا فجاه ده راح الحمام، صح الصبح وقعد يقول لك ده دخل الحمام وهي دخلت الحمام مش عارفه ايه. وبعدين في الاخر دخلوا لقوا البنت ساكته،
وطلعت فجأة لقوها ماتت، ماتت وهي نايمة على الأرض وماتت. طب ماتت ليه؟ طب إيه اللي حصل؟ التقرير الطب بيقول إن هي ماتت نتيجة سكتة قلبية أو تجلط في القلب أو حاجة كده، المهم قلبها ما اشتغلش. نهاية الموضوع. البنت ماتت إزاي؟ العالم ربنا. إيه اللي حصل في الأوضة؟ الله أعلم. هل الكلام اللي هي قالته عن إن أبوها بيغتصبها هل ده حقيقي؟ وان هي كانت بتعاشره، ولا ده كلام جن زي ما هما بيقولوا؟ محدش عارف، محدش عارف. اللي انا شايفاه ان زي ما قلت لكم الجريمه بتحصل في لحظه، يعني انت بتشوف راجل ومراته موجودين في البيت بيتعاركوا، الست عندها ضغط نفسي بتقعد تزعق وتصوت، الراجل بيقوم ماسكها تقوم ماسكاه، هوبا جابت سكينه ضربته، او ممكن يقول دي ملبوسه، مراتي ملبوسه، ماسكها جن ما اعرفش ايه، ماسكها ضاربها علقه. الحاجات دي بتحصل، والجريمه يعني بتحصل في لحظه عنف، في لحظه عنف، والامور بتخرج عن السيطره وبتتحول لجريمه. العنف الأسري حاجة موجودة في العالم العربي، يعني موجودة في العالم كله، لكن في العالم العربي ضرب المرأة وضرب الأطفال الصغيرين أجسادهم منتهكة منتهكة. التحكم بالعنف ومد الإيد واستخدام القوة مع المرأة ومع السيدات دي حاجة حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. تفسير الحالات النفسية والاكتئاب والأزمات العاطفية إن هي تفسر إنها لبس جن، طب ما الجن ليه يعني مركز معانا في العالم العربي؟ ليه الجن يعني ما بيجيش في أوروبا شوية عندنا ولا يروح في أمريكا؟ يعني ليه مال الجن ماله مركز قوي مع العالم العربي، وكل ما حد يتعرض لحالة نفسية نقول إن هو لابسه جن؟ يعني مش فاهمة، مش فاهمة نهايته. إن دي مش هتكون الحكاية الأخيرة، بس بالصدفة تم طلعت مظاهرات بتطالب بان الحقيقه تظهر، والناس كلها بتتكلم عايزه تجيب حق اسراء، ماشي، ولكن في ناس كتيره، في فتيات كتير بيتعرضوا لعنف، لعنف يعني ملوش، يعني ملوش سيطره، خارج حدود السيطره. وللاسف الشديد ان القوانين في العالم العربي لا يتم تفعيلها، ومفيش حاجة جادة للدفاع عن المرأة في حالة الاعتداء عليها. انت انا هقول من تجربتي ان في دول كتيرة قوي، في دول كتيرة قوي بيسموها لا الدولة دي بتحمي الست، الدولة دي بتحمي الست، الست هنا محمية بالقانون. وحتى في امريكا في ولايات معروفه ان الراجل لو مثلا بيشتغل في محل بيتزا ويقول لك انا واحده دخلت رمت في وش البيتزا مش عاجباها ما اقدرش اتكلم عشان هي واحده ست. العالم العربي بيتغاضى عن حاجات كتيره بتحصل للمراه حتى لو تم اثباتها، وحتى لو الاهل دخلوا السجن وتم عقابهم بيتم تخفيف العقوبة وبيتم الإفراج عنهم بكفالة، وده بيشجع الناس التانيين على الاستمرار في سيناريو العنف ضد المرأة. تمام، حكاية إسراء لن تكون أبدا هي الحكاية الأخيرة، بل هي حلقة من سلسلة ممتدة ما لم يتم فعليا تفعيل القوانين التي تحمي المرأة. ويا رب تيجي حد واحدة ست أو قائد أو رئيس أو رئيسة يعمل نقلة في العالم العربي للدفاع عن المرأة وحمايتها، مش بس يطبطب عليها ومش بس ياخدها ويبوس راسها، لا، حماية حقيقية. إن مفيش ست تتضرب ومفيش بنت تتضرب ومفيش طفل أو طفلة يتعرض لاعتداء سواء جسدي أو جنسي. هو ده الحماية اللي احنا عايزينها، مش الطبطبة والنحنحة وعامل مرأة وحنعمل للمرأة. لكن في النتيجة انا بتكلم عن مصر، لكن ده بس دي حاجة في العالم العربي كله، النساء بتتعرض للانتهاكات والاعتداءات. إسراء غريب بتحولت من فتاة هي كانت ماكيرة، فتاة بسيطة جدا عندها طموح في حياتها، عندها فن المكياج، إلى رمز، إلى رمز. والقضية مفتوحة، وكل أهلها وجوز أختها دلوقتي محدش اعتقل، ولكن رهن التحقيقات وكلهم متهمين. لغاية دلوقتي مفيش تصريح نهائي مين المجرم، ولكن التحقيقات مفتوحة.
هنشوف حقها هيوصل لفين، ويا ترى مين اللي غلطان، ويا ترى هي اتقتلت ولا ماتت فجأة من اللي هي كانت فيه ومن اللي هي تعرضت له، محدش عارف. لكن انا شايفة ان الموضوع اكبر من واحدة، الموضوع لازم يكون حاجة اكشن حاسمة يعني ذات فاعلية لحماية النساء في العالم العربي. تمام، تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.